كنا في فتره من الفترات يعني ما كناش بنتكلم فيه حتى على مستوى الشباب او حتى على مستوى شباب الجامعات وغيره وغيره الشباب ما كانش ملتفت الى حد كبير للسياسه في اوقات سابقه لكن دلوقتي الشعب المصري كله معني ومهتم بالسياسه عايز اعرف من حضرتك الحياه السياسيه الى اي مدى اختلفت؟ وكمان نتكلم على دور الاحزاب ومدى فعاليته وهل واصل للمواطن ولا لا؟ الحياه السياسيه اختلفت اختلفت, اختلفت بيحصل فيها تطور تطور سريع مش زي ما في قطاع بيتمناه لان في قطاع بسميه شويه حالم شويه لانك انت اما تيجي تقيس حياه سياسيه ما تقدرش تفصلها خالص عن ظروف بلد ما تقدرش تفصلها عن حياه اقتصاديه ما تقدرش تاخدها في مربع لوحده وتبتدي تحلم انك مثلا في بلجيكا وبتقول طب ما هو في او في سويسرا هي كلها مرتبطه ببعضها الواقع، الثقافه، الحضاره اللي موجوده في تكوين اي شعب <applause> طريقه التعليم كل ده سنين سنين داخل فيها السياسه لان كلمه سياسه الناس اوقات تاخدها بس على انها انتخابات او حزب هي كلمه سياسه هي داخله في كل حاجه داخله في شغلك داخله في معاملتك مع زملائك معاملتك مع عيلتك <applause> هي حاجه وبالتالي هي بتطلع في الاول والاخر منين؟ بتطلع في الاخر من المجتمع اللي انت فيه. انا اقصد يعني في قطاع حالم كده اللي هو بيحلم بحاجات خارج المجتمع. انما هو الصح وده اللي بيحصل في مصر ان انت بتحاول تمشي الملف السياسي بخطوات سريعه تتفق مع المجتمع المصري. تتفق مع المجتمع المصري. فانت عندك مثلا في الانتخابات القادمه مثلا في مجلس النواب هتلاقي التركيز دايما في السوشيال ميديا وكده على القوائم. اه. بس هي قوائم وفردي على فكره، انتوا بتنسوا الفردي، يعني الفردي ده موجود وموجود بنسبة كبيرة، موجودة بنسبة 50%. القوائم لها ميزاتها ولها عيوبها، ما فيش نظام في العالم انتخابي ليه ميزة ومالوش عيب. يعني هل دي ممكن تكون مكايدة سياسية، إذا جاز التعبير؟ لمن يتحدثون عن القوايم وعن الأحزاب بشكل كبير؟ لا في في نوع كده وفي آه. نوع تاني ما هوش فاهم مش فاهم مش فاهم عشان الـ الـ الشكل العام للانتخابات ما آه يعني المجدد. ما بيدخلش يفهم كويس قوي يعني ايه قائمه وليه قائمه معموله فهو بينتقد ويقول يعني انا مثلا استغربت ان اوقات يقول لك يا ريت القائمه النسبيه آه ماشي بس انت هو ليه ليه الناس بتعمل قائمه مطلقه او ليه اتعملت قائمه مطلقه لإن عندي حاجة الدستور حاكمني بيها. القايمة لازم يبقى فيها خمسة أو المجلس لازم يبقى فيه 25% مرأة. م. يعني 50% من القايمة. 50% آه. من القايمة. عشان بس الناس إيه الكلام كتير على القايمة، القايمة ما فيهاش شخصيات عامة كتيرة. أنا بتكلم كشخصيات عامة اللي هي متعودة على نزول الانتخابات ومعارك انتخابات. ليه؟ لأن القايمة أول حاجة فيها 50% سيدات. ده مش بمزاج حد. واغلب السيدات ما تعودوش على النزول المعارك الانتخابيه الشرسه والا ما كانتش اتعملت لهم مع الكوتا دي بتحمي تسهيل تسهيل بتحمي لغايه ما, ما, ما السيدات في مصر يبقى عندهم مش بتكلم طبعا في منهم بس بتكلم عن نسبه دي الكوتا دي بتعمل حمايه لغايه ما يوصل عندك ان المراه بتقدر تنافس تماما زي الراجل بنفس الحقوق هنا بتتشارك كوتة دي الكوتا فعندي كوتا للمراه خمسين في المية من الايمة عشان بس نشوف الايمة دي عبارة عن إيه عندي غير كده العاملين في الخارج ده لهم نسبة أوه. الشباب لهم نسبة العاملين في الخارج لو نزل هنا انتخابات في دايرتهم ده هو قاعد بره. ده هو, بره ده هو مطلوب عشان بره مش مطلوب لهنا الشباب الشباب في منهم يقدر ينجح بس الاكتر ما يقدرش ينافس المنافسه الشرسه على الفرد م. الاكتر للعامل الخبرة العامل المال اللي بيبقى موجود في أي انتخابات م. في مصر في أمريكا في هولندا قولوا لي أي بلد لازم عامل المال موجود طيب اللي هنا ست النائب المظلة الحسبية إزاي بتساعد النائب اللي هو بينضم للقايمة إن هو يضمن نسبة نجاح معينة ده بتساعد كتير بس أنا أوه. أكمل لك القايمة دي بالذات معلش يعني م. عندك سيدات عندك عامل وفلاح عندك شباب عندك مرأة عندك عاملين في الخارج عندك اخواتنا في المسيحيين شموليه التمثيل شمالية. كل ده لازم في القايمه كويس وبالتالي الدستور فرض عليك نظام معين م. اللي فاضل بقى اللي فاضل في القايمه هي بعض الشخصيات العامه اللي برضه المفروض يبقى لها بعض الشعبيه عشان الناس تطلع للقايمه فدي القايمه وعندك 50% تانية فردي بيتحط فيها بقى ايه قصه تانية خالص بانتخابات الفرديه اللي بيقدروا ينزلوا فيها والتنافس فيها هيبقى جامد قوي لدرجه انا بتكلم على عدد المتقدمين هتلاقي دوائر مطلوب فيها كرسيين نازل عليها 80